تتصاعد الدعوات لإيقاف الحرب التي تشنها قوة الاحتلال على غزة، ويبدو أن المفاوضات الجارية في باريس بين قادة الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية والمصرية والقطرية حققت تقدما نحو صفقة إنسانية محدودة لتبادل الأسرى. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن مسودة الاتفاق تركز على اقتراحات جرى تبادلها بين إسرائيل وحماس في الأيام العشرة الأخيرة، وتتمثل في وقف القتال لمدة 60 يوما، يتم خلالها إطلاق سراح أكثر من 100 من المستوطنين المحتجزين في غزة من النساء وكبار السن والجرحى، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين لم يحدد عددهم، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع. صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن هنالك تفاؤلا حذرا بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون أسبوعين، كاشفة أن المفاوضات تتضمن حصول حماس على ضمانات دولية بما في ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل من شأنه إيقاف الهجمات على غزة بشكل نهائي. وعلى الرغم من تعنت نتنياهو الذي لطالما أكد أنه لن يوقف حربه حتى القضاء على حماس، وتأكيد مسؤولين إسرائيليين أن وقف الحرب على غزة خط أحمر، إلا أن محللين سياسيين وعسكريين يؤكدون أن الإدارة الأمريكية باتت تخشى من تأثيرات استمرار الحرب عليها وهي المقبلة على استحقاق انتخابي مصيري، كما أنها تتوجس من أن طول أمد الحرب قد يشعل صراعا أوسع في المنطقة وهو ما يتعارض ومصالحها. ويرى سياسيون بأن الإشكال الحالي يكمن في تعنت حكومة الاحتلال التي تصر على المضي قدما في الحرب حتى بقية العام الجاري، وهي لم تحقق أي من أهدافها سوى الإبادة الممنهجة لقطاع غزة وكل ما فيه من بشر وحجر.